على ابو جريشه وعند زيزو وعلى ابو جريشه هيرفع علي عند ابراهيم عبد الصمد هناك ما رفعش وده مصطفى يونس وعلى ابو جريشه ماشي علي ماشي من واحد وهيمشي من الثاني ومشي من الثاني علي ماشي علي وبينقل وده ثلاثة أربعة قريبين وكلام بقى يخلوا كلام بقى يحط جول يحط جول أولاني يحط جول يحط جول أوف إيه فاول هيدي فاول هيدي فاول هيدي فاول ولا هيدي أوف سايد ولا هيدي إيه مفيش حاجة أنا شايف الحكم جول الأولاني لعلي أبو جريشة واحد صفر النادي الإسماعيلي واحد والانجلبير صفر في كاس افريقيا وجول في وسط اربع تنفار الرابعه حلوه على ابو جريشه الخمسه هيفضل يجري وراها لحد ما تخش اول هيفضل يجري وراها لحد ما تخش اول وعلى ابو جريشه جوه في النص هو وزيزو ادي على ابو جريشه وحد زيزو ورفع حلوه في ثلاثه داخلين وعلى ابو جريشه هيرفع علي عند ابراهيم عبد الصمد هناك ما رفعش وده مصطفى يونس مصطفى رقص ولعب لعب السمير هو وعلى ابو جريشه ماشي علي ماشي من واحد وهيمشي من الثاني ومشي من الثاني علي علي مشي وهيدي ابراهيم عبد الصمد رجع الناحيه الثانيه وانت صفوت عبد الحليم وصفوت عبد الحليم هيدي على شماله وهوبا مصطفى يونس بره اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين ضيف كبير وضيف عزيز وضيف غالي وضيف مهم يمكن اللقب اللي طلع عليه على الله يرحمه او على رحمه الله الكابتن علي زيور لحد دلوقتي ما حدش فينا يقدر ينساه ممكن الجيل الجديد شويه يعني شويه لكنه ما شاء الله كل الاجيال تحبه وتحترمه عمرنا ما نقدر نكلمه غير كان الاول يقولوا صاحب الرأس الذهبيه لكن فاكهه الكره المصريه هو اللقب اللي فضل مع كابتننا الكبير كابتن علي ابو جريشه منورنا يا كابتن علي اهلا كابتن احمد ازي حضرتك الحمد لله الذهب ولا الفاكهه الاحلى والله اللي تعود عليه الجمهور بقى والمرحوم كابتن علي زور رحمه الله عليه هو اللي اطلق هذا اللقب يعني فليه ذكرى جميله ليه ذكرى طبعا قول لي مع يعني هو قالها تلقائيه يعني ما كانش يعني ودي الحاجات اللي بتلبس مع الجمهور مظبوط بتعلق الحاجات التلقائيه بس فيعني اتعرفت كان مناسبتها ايه جون مباراه والله انا مش فاكر بالظبط بس اعتقد كان في مباراه من المباريات يعني وكده هو يعني كنت انا ماشي فيها كويس جدا فبالتالي هو بدا انا عرفت بعد ما طلعت قالوا لي بقى كابتن علي زور تسجيلات بقى ولا فيديو كانت فيها فيعني كانت حاجه جميله لك فاكهه من راجل جميل من الله يرحمه كابتن علي زور راجل جميل والناس كلها كانت بتحبه قوي 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 هو كان صريح جدا جدا وفي وشه ولا تغش على زي ما تقول هو واضح الحال انا عايز اقول لحضرتك ان ليا موقف معاه مش طبيعي اول ماتش علقته في الاذاعه كان اهلي واسماعيلي كنت لسه بلعب في النادي الاهلي والاهلي خسر 1-0 وقعدوا يعترضوا على الهدف وكان هدف صحيح 100% فانا قلت لهم الهدف صحيح ولقيت الصبح 7:30 وكان ظابط جيش تعرف بيقوم بدري ما كانش في مبالاه ولا حاجه تليفون البيت بيرن فيصح اي حد فقمت رديت قال لي انا علي زيور علي زيور علي زيور علي زيور قال لي امال علي زيور يعني مش علي زيور انت ساكن فين يا واد قلت له ساكن في المهندسين قال لي تجي لي امتى قلت له حضرتك تامرني قال لي النهارده والله يا كابتن علي انا رحت قعدت معاه حوالي 4 ساعات في البيت
من اجمل المحاضرات اللي خدتها في حياته. شوف قد ايه كان فرحان بينا وعايز يكبرنا وعايز وصريح نعم جدا جميل جدا ومش مجامل يعني يعني لو في الغلط لا يمكن. لا, لا, لا هو كان فلا كان عسكري عسكري كابتن علي. انا بحب ابدا بحديث الذكريات لانه بيبقى جميل جدا وخاصه لما يكون معايا نجم كبير زي حضرتك. خليني ارجع معاك. انت خدت محطتين مهمين جدا. ناس تتصور ان فوز الاسماعيلي بالدوري ده كان امر سهل، كان في غايه الصعوبه طبعا، وده اللي اهلكم لبطوله افريقيا. اكيد عايز ارجعك لليوم بتاع الاهلي والاسماعيلي او الاسماعيلي والاهلي، الجمهور، الاداريين، الناس، اللعيبه، الاجواء نفسها. ثم هو الماتش ده ما كانش نهائي البطوله، بس هو ده اللي كان بيقولوا ان انتوا هتاخدوا بطوله الدوري العام. يعني كنا الماتش ده كان الوقت المباراه كانت باتنين بونت، يعني ما كانتش بثلاثه زي دلوقتي. وكان احنا متفوقين على الاهلي ببونت واحد. فدي مباراه تعتبر فاصله شويه، يعني تكسب وكان فاضل مباراتين. مظبوط. بعد المباراه دي كان فاضل مباراتين. هتبقى فرق 3 بونت يبقى فرق 3 بونت فاضل لك مباراتين. تكسب مباراه عايز تكسب مباراه. مظبوط. بس فاحنا لعبنا الحقيقه. وقبل ما نتكلم ده ابو غيده. قبل ما نتكلم كابتن احمد عايز اقول لك ان شوف الجمهور والهيصه ده جاي من الاهلي جاي مع الاهلي وجاي مع النادي الاهلي وجمال اسماعيليه مستنياه وجمهور اسماعيليه بيرحب بيه. ما حصلش اهو لو تشوف بقى اهو الاهلي كليه لعب جمهور الاسماعيليه كان الزمالك كمدرسه فقالوا الاهلي كليه. نعم. فحصل الملعب كان فيه ناس كتيره والمدرجات ما استوعبتش العدد. فالباقي كله نزل نزل في الملعب حوالين الملعب. لو شفت المباراه هتلاقي في جمهور حوالين الملعب دلوقتي. ما حصلش شيخ طه طبعا. نعم. ما حصلش انه اي حد يعني حتى عاتب التاني بكلمه خالص. يعني الامور كلها نزل الملعب. شوف الملعب ساحه برضه ده ذكاء من الامن يعني انه اتعامل بذكاء بصراحه. ما حصلش اي حاجه ولا كان ليه بقى الملعب جمهور الاهلي برضه لما جاء مفيش اماكن كتيره. اهو راح الضيوف الاسماعيلي راح بالضيوف. نعم. وادي الناس حتى ده انت في حراسه الناس. بالظبط نزول الملعب في حراسه الناس نفسها. في حراسه الجمهور. المباراه اتاخرت 100 شويه. وعايز اقول حاجه ثانيه انه معظم اللي كان حوالين المدار الملعب كان جمهور الاهلي. مش جمهور الاسماعيلي. ايوه دول اللي جم متاخرين. دول جم متاخرين ودخلوهم في الملعب. تمام. يعني قعدوا في وسط اللعيبه. فبالتالي طبعا كان في مباحثات عن المباراه تتلعب ما تلعبش. المباراه اتاخرت كابتن احمد حوالي نص ساعه. عبال ما النادي الاهلي جه كانت معسكر الجلاء وعبال ما جه وحصل نقاش. وطبعا الحكم اجنبي. الحكم كان يوناني طقم يوناني واحنا قاعدين اهو منتظرين النادي الاهلي. سيد حامد وسعد الرازق. وفي طبعا ريعه لانه ريعه الحقيقه سقط مني المره اللي فاتت قعدنا نتكلم. لكن ريعه من اللعيبه اللي جت افادت كتير في النادي الاسماعيلي. مش عايزه كلام. ادي الامن فادي الامور والامور نزلت عاديه والشيخ طه والناس لعبت. هو كابتن النادي الاهلي. مين كابتن الاسماعيلي يا كابتن؟ كابتن شحته. كابتن شحته. مرحوم شحته. نعم. طبعا. ف ادي الحكم اليوناني. الدنيا مكهربه. والدنيا شوف الملعب فين يا كابتن؟ اكيد بتلعب في مركز شباب. ولكن مفيش حاجه حصلت. جمهور كله ورا ال كابتن عصام عبد المنعم كان جون الاهلي ساعتها. عصام. فالجمهور كله يعني في ناس طبعا ورا الجون هنا اسمع هنا وهنا وهنا. الدنيا عامله ازاي؟ ما حصلش اي والله. جميل ان كانوا يعني بيأرخوا بيأرشفوا الحاجات دي بصراحه حاجه جميله. لان انت ده زي شوف الجمهور كمان نزل ملى الملعب. ما حصلش اي حاجه خالص. ولعيبه الاهلي في وسط الملعب خلي بالك. ولسه اقول ما طلعش لعيبه الاهلي ولا في مشكله ولا حد جه جنبهم. يعني ما حصلش. ما كناش بنسمع الكلام ده كابتن. وحتى كان اقصى حاجه للجمهور لما يبقى متضايق من الحكم يقول لك شيل الريف. بس يعني خلاص يعني مفيش حاجه حتى كده. حتى ضربه الجزاء الناس اتكلمت عليها بينالتي او مش بينالتي ولا حد من جمهور الاهلي اعترض ولا حد من اللاعب اعترض. خلاص اتكلم صرف النظر عن انها بينالتي او مش بينالتي او كده. لكن ما حدش اتكلم. ومباراه حاسمه. والاعصاب كانت مشدوده وكده. لكن انتهى الماتش والناس سلمت على بعض. والجمهور نزل اهو في الملعب. ما حصلش اي. ممكن حضرتك تعرفنا بالاسماء لان ده مهم قوي يا كابتن. والله يومها كان طبعا انا في الوش اهو. وفي اعتقد اللي في وشنا ميمي درويش. ارحمه ارحمه كابتن ميمي. صوره بعيده شويه. وفي اميره. حوده. اعتقد سيد حامد. يعني دول اللي ظاهرين في اللي لابسين تراك سوت كامل. كانوا احتياطي. ما كانوش. لكن
اهي السيد حامد اهو في النص وانا نعم. موجود وجنبنا سيد عبد الرازق كابتن سيد احنا ثلاثه هم قاعدين سيد حامد كان من اللعيبه الجامدين قوي في وسط الملعب لعيب جامد جدا الحقيقه طبعا امال ايه مسمار يعني قبل ما يقولوا الهاف ديفندر وكده لا لا هو كان هو اللي بينفذها واللي بيكمل من تحت وكده كان لعيب جامد تقيله قوي 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 لعيبه في الدوري وفي افريقيا كان معاه نصر السيد مين مين يعني لو كبار ده ريعه اول واحد ريعه اولاد كابتن ريعه اول واحد ريعه ده اللي يعني عشان في الصوره لكن موجود مين كابتن ريعه لعب في الاهلي وفي الاسماعيلي لعب في الاسماعيلي وسد فراغ كبير لان الحته الشمال دي كانت عندنا صعبه شويه لما جه ريعه الحقيقه ملاها وبعدين شارك معانا الدوري وشارك معانا افريقيا لعب في بطوله افريقيا افريقيا وفي نعم. الدوري نعم 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 طبعا ميمي درويش سيد عبد الرازق عبد الستار طبعا مش عايز انسى عبد الستار سيد السقه من احسن اللعيبه في الموسم ده عمل موسم جميل حوده جنب منه سيد السقا سيد عبد الرازق سيد عبد الرازق وفي طبعا عبد الستار يعني تشوف حجمه كبير جدا لكن كان عنده خبره عاليه طبعًا جدا طبعا كابتن السبعه الحلوه اللي كانت بتزين فنان الاسماعيلي دي كانت علامه مميزه دي كانت حزن على المرحوم رضا يعني كانت معموله بعد حادثه المرحوم رضا اتغيرت ال كده فاتعملت دي عشان الحادثه كانت المرحوم رضا في 65 كانت بس بعد كده بقت لبني السبعه دي اتعملت بشكل هي الفانيلا صفرة على فكره مش باينه صفرة صفرة وشورت لبني بس السبعه دي بعد كده كانت مميزه للون الاسماعيلي بس شالوها بعد كده بتشالت لا بقت يعني العاديه بس هي وقتها كان في الجو اللي احنا عايشين فيه بتاع حادثه المرحوم رضا وكده من الحوادث اللي ما زالت عالقه في الذهن حتى الان يعني الناس بتتكلم على الله يرحمه كابتن رضا يعني الله يرحمه كابتن شحته لما كان مدرب المنتخب وكنت اتكلم معاه بيكلمني على كابتن رضا بصيغه الحاضر يعني في ناس يا كابتن ما تعرفش تتكلم عنه بصيغه الماضي يعني دايما اقول لهم كابتن صالح سليم لا بتتكلم كانك هتطلع منها تروح تقابله بالظبط الله يرحمه كابتن رضا كده يعني انا ما شفتهوش طبعا بس الناس بتتكلم عن بصيغه الحاضر يعني لعيب كره فذ وفي نفس الوقت ليدر من الناس الكباتن كابتن بحق ولعيب كوره على مستوى عالي جدا يعني من الافزاز طبعا جمهور كتير ما شافش المرحوم رضا طبعًا لكن رضا كان اسطوره للاسف شديد لا رضا كان أسطورة حاجه اسطوره كان حاجه جامده فعلا طبعا يعني اللي حببنا في النادي الاسماعيلي رضا انا في البدايه كده كان ميولي كلها ناحيه نادي القناه والله لان انا طبعا كان الله يرحمه صلاح وسيد ابو جريشه وكله كانوا في القناه بدا في القناه فلما انا صغير عايز اشجعهم عايز اروح وراهم ايوه صحيح هم اللي قالوا لي قالوا لي عايز تلعب العب في الاسماعيلي والله لما رحت الاسماعيلي ما كنتش اعرف بقى مين رضا ومين شحت ما كنتش اشوفهم يعني لسه ما بدات بقى راس ان كام سنه يا كابتن الاسماعيلي رحت كان عندي 14 سنه 13 سنه 14 ابيض بدات احب النادي بقى من شحت ورضا والعربي الثلاثي ده كان ثلاثي رهيب مرحوم يوسف طربوش كمان كان من اللعيبه اللي مع سيد السقا في نص الملعب حاجه جميله يعني فلا الاسماعيلي كان ليه كوره جميله قوي يعني تحب تتفرج عليه يعني حاجه يعني تفاهم غريب بين رضا وشحته تفاهم غريب يعني ورضا كان من النوع اللي ممكن مثلا يعني يغيب عن الملعب اسبوع اسبوعين وينزل يلعب يلعب عادي فكان شحته الله يرحمه بيعترف دي كان يقول انا لازم اتمرن كل يوم عشان اقدر العب مع جنبه يا سلام لكن هو ممكن يجي من بيتهم يجي يلعب بتاعت ربنا موهوب دي موهبه رضا كان كله يعني كل رضا ده موهبه كابتن علي من الحاجات الغريبه قوي انه حضرتك لعبت مع الاهلي مباراه سانتوس ومباراه اعتزالك عملتها في ملعب النادي الاهلي انا كنت حاضرها على فكره لسه بفكر حضرتك بالجون اللي انت جبته في ماتش اعتزالك طلعنا 2-2 ايوه في العارضه وردت وحضرتك طرت ايوه كان يرحمه مسعد نور معانا هو اللي شاطها بالظبط كده وانا حتى ساعتها كنت فاكر انا قاعد جنب المعلق قال لك اعتزل السيده ده كانت يعني والحمد لله انا عرفت ان الماتش عند حضرتك في حناش ده كان لا عندي ان شاء الله هتبعتوا لنا عشان عايزين نذيعه بالكامل ملعب الاهلي كان على كان اخره فل وكان كل لعيبه مصر في المباراه وكان جمهور الاهلي طاغي بالظبط يعني طبعا جمال مش عايز كلام مش عايز لكن جمهور الاهلي كان طاغي فحاجات اللي بتجنني انه كابتن رضا الله يرحمه مضى في النادي الاهلي بالظبط ولما حصلت مشكله راح مديني الاهلي هو بالظبط وحضرتك اعتزالك بالظبط ولعبت مباراه سانتوس يعني في ارتباط بس ما انش الاوان انه الفجوه اللي موجوده دي او ما اعرفش هذا يعني التنافر انه على ابو جريشه بقيمته الكبيره جدا ورضا ومحمد صلاح ابو جريشه نفسه كان هيجي محمد برضه راح وكان بالظبط ده انا يعني وبعدين في الاخر ناس بتوع النادي الاهلي قالوا لا يا محمد ما ينفعش لانه الاسماعيلي بالنسبه لنا هو الاهم يعني مش قادرين نخلص لا حد دوبها الامور يعني اعتقد انه
لابد الاجيال هتتغير والدنيا هتتغير ولابد ان الامور هتقرب من بعض اكتر. لانه برضو انا بحمل برضو اللاعبين لعيبه مهم جدا الادارات لابد انها يعني تقرب من بعض اكتر يبقى في لقاءات اكتر تخفف الحده. انا فاكر النادي الاهلي لما كان بيدربوا السايس كان معسكر في اسماعيليه مظبوط وكان بيلعب في افريقيا جاء لعب مباراه او مباراتين معانا لعبنا مباراتين والتجهيز انا كنت بلعب تجهيز في في الاسماعيليه. وفاكر الله يرحمه كابتن حازم عليه رحمه الله لما توفى كان الكابتن طه هو المدرب كابتن طه ده من اجمل حاجات الجميله طبعا 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 جمهور قال بيته في الاسماعيليه ده المنشط اللي في الجورنال شوف الحاجات الجميله خدنا وجاب لنا ترنجات غامقه عشان وكان مشهد مش طبيعي دخلنا كلنا العزاء بتاع الله يرحمه محمد حازم انا مش عايز اقول لحضرتك ان انا يوميها والدكتور طارق موجود يعني توليت انه يعني ان انا اعمل نتائج وان انا اوزعها وي 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 وعملنا حاجات لطيفه جدا من فضل الله سبحانه وتعالى يعني نفسي يا كابتن والله لابد لابد هيحصل لانه يعني زي ما بقول يعني احنا شايفين العالم كله اهو الناس كلها بتقرب من بعض اللي في اوروبا بيلعبوا يعني في منافسه شرسه جدا ومع ذلك الناس مقربه من بعض مش عايزين وخصوصا ان الاساس موجود يعني بالزبط. احنا من طول عمر الاسماعيليه والنادي الاهلي او الزمالك او كده الامور بتبقى قريبه من بعض صحيح. فانا شايف انه برضو الاعلام عليه دور اللعيبه عليها دور المدربين عليهم دور الامور دي كلها مهمه جدا كل زمان كان برضو بنلعب مع بعض ضد فرق يعني كان بيجي فرق اجنبيه زي ما جا سانتوس وجا كذا مع الزمالك لعبنا مع الاهلي لعبنا جبنا المرحوم صالح لعب معانا في مباراه طبعا لعب معانا في مباراه فرقه اجنبيه في النادي الاهلي ونزل كابتن الفرقه باللبس الاسماعيلي طبعا فالامور دي كانت موجوده اختفت برضو يعني عايزينها ترجع عشان تدوب الحته دي يا رب على فكره الكارت اللي انتوا شايفينه ده كان بيتباع كابتن علي ابو جريشه كان من القلائل من خارج الاهلي والزمالك اللي كانت صورتك بتاعها على البوستر دي كانت بشيلن ساعتها وكان بتتوزع من يعني انا دايما كنت راح اسال الراجل بتاع الجرايد يقول لي علي ابو جريشه ماشي واكل معايا بشكل كويس قوي الحاجات الجميله. خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل نواصل هذا الحوار الجميل مع فاكهه الكره المصريه الكابتن علي ابو جريشه.